يضاف إلى ذلك قانون جديد وعصري للإعلام. صرح، تعاون مع الإعلام، كن شفافا، ولا تقل شيئا ولا تكشف عن شيء، والأخطر لا تسأل. هذا جديد مجلس وزراء النظام في آخر إصلاحاته المبسوطة على القطاع الحكومي في مواجهة الإعلام. الإعلام الذي قرر المجلس سابقا إصلاحه من المقبس الكهربائي حتى بث القناة الفضائية على النت مرورا بالكفاءات والتقنيات، توج بقرار من سيئات ما هو آتي. تعميم رئاسة مجلس الوزراء أكد على أحقية الجهات العامة بعدم الكشف عن المعلومات والبيانات التي بحوزتها لأي جهة إعلامية كانت، وشمل جدول رئاسة المجلس كل المعلومات التي يمنع التصريح أو السؤال عنها، ومنها المعلومات المصنفة سرية أو المحمية بموجب أي تشريع نافذ، المعلومات الخاصة بسياسة الدولة الخارجية، المعلومات التي قد يؤدي الكشف عنها إلى التأثير على المفاوضات الجارية بين سوريا وأي دولة أو جهة أخرى، المعلومات والمراسلات التي تتضمن تحليلات أو توصيات أو اقتراحات أو استثناءات قبل أن يتم اتخاذ القرار النهائي بشأنها، المراسلات ذات الطبيعة الشخصية أو السرية مع الدوائر الحكومية، المعلومات والملفات الشخصية المتعلقة بالسجلات التعليمية أو الطبية أو الوظيفية أو الحسابات أو التحويلات المصرفية أو الأسرار المهنية، المعلومات ذات الطبيعة الاقتصادية أو الصناعية أو التجارية أو المالية، والمعلومات عن المناقصات وطلبات العروض، والمعلومات عن البحوث العلمية أو التقنية، التحقيقات التي تجريها النيابة العامة أو الضابطة العدلية قبل الانتهاء منها، وقائع جلسات المحاكمة، وكل ما تمنع المحكمة نشره. تلك هي إصلاحات النظام لمن يشكك في جديته. فالإعلام السوري الذي لطالما كان مصدر سخرية الكثير من السوريين أصبح منبوذا من الحكومة، وبانتظار قرار يحث التلفزيون الحكومي على بث برامجه بالأبيض والأسود، ليس أمام المواطن غير القنوات المغرضة لمعرفة إن كان لديه خبز أم لا.